مساكم الله بالخير، حياكم الله في برنامج مفتاح صول. اليوم عندنا مقام جميل، أيضا مقام شرقي، وأيضا تغنوا فيه كثير من الفنانين، وطبعا أكثر الفنانين اللي تغنوا في هذا المقام فنانين مصر طبعا كبار، مثل الفنانة أم كلثوم واسمهان وعبد الوهاب عبد الحليم. فاليوم راح نقدم مقام اسمه مقام الرصد، من المقامات الطربية اللي تسلطن. فراح أقدم لكم أغنية سامرية اللي هي يا متلف الروح للفنانة قديرة رحمة الله عليها عائشة المرطة. اسمعها مع بعض. أتمنى استفدتوا من هذا المقام، وإن شاء الله نلقاكم على حلقات أخرى مع برنامج مفتاح صول. مع الله. Bye.